حكم المضمضة في شهر رمضان وكذلك الاستنشاق، إذ أنني في شهر رمضان قد تمضمضت لصلاة العصر فدخل مقدار قليل من الماء إلى جوفي بدون إرادتي، هل يؤثر هذا على صيامي وهل يجب علي القضاء لهذا اليوم؟ جزاكم الله خيرا. المضمضة والاستنشاق في الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحوها يجب على المسلم، يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعله صلى الله عليه وسلم في حق الصائم وفي غيره. يجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والطهارة للصائم ولغيره، إلا أن الصائم منهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق خشية أن يدخل الماء إلى حلقه، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق والمضمضة في حق الصائم. وأما ما ذكره السائل من أنه طار إلى حلقه ماء من المضمضة من غير اختياره، هذا لا يؤثر عليه الحمد لله، لأنه بغير اختياره. نعم.